كنبدا لكم بهاد السنادلات هادو في البلونكاسي على هاد الشكل بلاتفورم كيجيو عليين لي يعني اللي مولف يلبس هاد الموديل هذا فيهم الطايات كيجي الشكل ديالهم زوين 29 كاين موديل اللي تحت كتشوفو كات كيجي بالخيط حتى هادو ب 30 اورو على هاد الشكل في الخضيدر وكاين داك الموديل تحت اللي كيجي ترونسبارون بحال الثمن الناس السلام عليكم بخير هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم فيديو جديد انا كنتواجد في ستراتي باريوس كيف شفتوا في العنوان فمرحبا بكم وكذلك نرحب بالبنات الجدد دائما اللي كينضموا معنا مرحبا بكم الف مرحبا واللي مازال ما اشتركات فمرحبا بكم كذلك اشتركوا معنا بالضغط على الزيت الاحمر اللي تحت الفيديو وكذلك ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما من جديد ومرحبا بكم كاين هاد السكن هادو بارين كتلاحظوا فيه بالاسود والكحل ديالهم ب 26 بالنسبه لهادو كبار يعني كيبانوا لكم بحال هكا ولكن كبارين كيهزوا بزاف كاين حتى الموديل الصنداله يعني اللي بغي نسق ب 20 اورو على الشكل العلين كاينين هاد السراول هادو واسعين 16 كتشوفوا كيجيو بحال الصايا فيهم هاد الخضر هذا وفيهم هاد الموديل اللي كيجيو فيه الوردات في الكحل والبيض الثمن ديالهم 16 اورو هادو كاين هاد لونسومبل هذا كيجي الفوقاني كتجي فيهم الكاميسي تاع هذا الشكل كيجيو في الكسوه كتجي قصيصه على الفوقاني ديالها 13 على هذا الشكل وكتجي الفالدة او الصايع على هذا الشكل هذا كيجي اونسومبل يعني دور الصيف هاد الشكل هذا في الوريدات في لونفونج وفي الزرارق 20 اورو هادي كتجي كلوش وبالنسبه للطول فكيوصل الطول ديالها حتى يعني حتى للصباط او السبرتيله كاين هذاك لاكولور اللي شفتو في لونفونج وكاين هاد لاكولور هادي في الغوز وكاين لاكولور اللي في الصفر والزرق كتلاحظوا فيه جاوا فيهم ثلاثه ديال اللوينات هذا اللون الثالث ديالهم كاين هاد الموديلات هادو هاد الكسيوه هادي على هاد الشكل كتجي سميطات من اللور كتلاحظو في الزرق كتجي طويل ولا من تحت كتجي شويه كلوش ماشي بزاف يعني شويه واسعه بزاف شوفوا الثمن ديالها ستة وعشرين ثمن كاين هاد السراول هادو على الشكل كيجيو خفافين مبردين 30 اورو فيهم هاد اللوينات فنين في اللبسه ديالهم كذلك الصاره ديالهم زوينه كاينين هاد الكسيوات هادو كيجيو قصارين كذلك على هاد الشكل اللوين ديالهم زوين والثمن ديالهم 30 هادو كيجيو فيهم الخيوط كيتشدو بخيوط من الفوق حطو هاد السراول على هاد الشكل هادا كيجيو واسعين كيجيو بلاستيك من الفوق وكيجيو واسعين بالنسبه للوينات موجودين فيهم اللوينات كاملين تقريبا فيهم لوينات البلونكاسي الزيتي الاسود الماغون ديالهم والطايات كيبداو من 36 حتى الاكس اكس ال كاين هاد الساك هذا على هاد الشكل نيفول في البلونكاسي والثمن ديالو ب 16 كاين حتى الصندالة حداه ب 29 اللي جات ترونسبارون وكاينين هاد السنيدلات بالصباع على هاد الشكل هذا فيهم اللون كذلك فيهم الابيض الازرق الاسود ديالهم كيجيو بلا ب 20 اورو هادو كاين هاد الموديل كيجي مدفوع على هاد الشكل كذلك ب 20
كاين فيهم حتى الخضر كتشوفوا جاو فيهم اللون حميونين في الموديل ديالهم. كاين هاد السبرتيلات على هاد الشكل تاعهم حميونين جاو ملونين على هاد الشكل فيهم الالوان. الكاليتي ديالهم شي حاجه توب والثمن ديالهم ب20 اورو. جا فيهم الموديل اللي فيه الالوان كيجي فيهم الزرق وكاين الموديل اللي في الروز وكاين البلون كاسيو فيهم البيض كذلك السامبل اللي مكيجيش فيه الالوان على هذا الشكل. هادو 20 اورو. بالنسبه للسبرديلات عندهم لاكاليتي زوينه في السبرديلات كتلاحظوا زويونين. كاينين هاد السراول على هاد الشكل هادو كيجيو كذلك واسعين وخفاف. كيجي الموديل ديالهم بحال دوك السراول ديال الهيبي فيهم الكحل وكذلك الزيتي فيهم حتى الشويبي ديالهم لتحت كيجيو مشدودين لتحت بالباندا. طيبين زوينين في اللبسة والثمن ديالهم 20 اورو. هادو كاينين هاد الموديلات ديال السيكان على هاد الشكل في البلون كاسي ب17 هادو في البيض. كاين هاد الموديل اللي كيجي هكذا ضاير ب20 وكاين هادو اللي جاو عندهم السنطة كتجي طويلة شوية فنيونين تا هادو في الزرق والثمن ديالهم 16. كاين هذا الموديل في الغوز على هذا الشكل تا هو زويون كيجي بالسلسله 13. كاين هذا الموديلات كيجيو بزيتمات ديري بحال الموديلات اللي في اللي عند بريمارك. كاينين هادو ب 13 في البيض وكاين فيهم الخضيدر ديالهم كذلك جاو فيهم هادو كاملين تقريبا كاينين فيهم اللوينات. وبالنسبه للدي تي شورت او الكاميسيتات كاينين هادو ب8 اورو فنيونين كيجيو فيهم العقيق وكاين اللي كيجي فيهم داك الموزون وكاين شكيلات كتشوفوا الالوان بالاغلبيه كاين فيهم في البيض ولا الاسود 8 اورو او 7 اورو 99. كاين هاد المجموعه هادي وكاينين هاد الكسيوات او هاد الجيليات على هاد الشكل كيجيو طوالين ب16 اورو فيهم البيض السامبل على هاد الشكل هذا اللي شفتو وفيهم حتى البلون كاسي على هاد الشكل هذا. كاين هاد الموديل في الزرق مخطط فيهم لي طاي كيبداو من 36 حتى ل اكس اكس ال فيهم هذا اللون هذا في الاحمر على هذا الشكل وفيهم كذلك البيض والاحمر اللي جا مخطط وكاين اللون ديال الجين كيجي سام بالزرق. كاينين هاد القوامج هادو ب20 كذلك على هذا الشكل هذا كيجيو الموديل ديالهم طويل وكذلك واسع من اليدين فيهم الموديل اللي في البيض والزرق والاحمر ديال كاين هذا الاحمر وكاين البلون كاسي كذلك وكاين البلون كاسي اللي كيجي في الشكل اللي مخطط خفافين القوامج هادو خفاف وكذلك الطول كيجيو طوال يعني ما كيكونوش قصار. كاين هاد لي غوب هادو قوامجات هذا هو الموديل اللي عاد نسلو في الكساوي اغلبيه فيهم الغوص. ب26 اورو هذه اللي في البلون كاسي كتشوفوا كتجي بحال الشكل ديال اللولان كومبينيزون كيجي طويل
وفي السروال يعني تحت في البوبينيزو كيجي كيجيو فيه الفتيحات. وكاين هاد الكسيوة هادي اللي في الخوز وفي لوغونج على شكل لاستيك من اللور، كتجي حتى هي طويلة كلوش. كاين هاد الموديل تاعو في بلون كاسي على الشكل اللي شفتو. هذا موديل اخر كيجي في من الكول. وهنايا السبرديلات كاينين، هاد السبرديلات كيجيو طالعين على هاد الشكل هذا ب30 اورو. فيهم هاد الموديل هذا اللي في البيض سامبل يعني ما فيه والو، وكاين الموديل الاخر اللي كيجي فيه الالوان على الشكل هذا في الغوز والزرق والبيض، كيجيو طالعين. الثمن ديالهم هادو ب36، فنيوني في الشكل ديالهم. وكاينين اللوينات اللي تحت كتشوفوا، كاين الموف كاين لورونج وكاين هذا الخضر. هذا هادو الثمن ديالهم ب27، ولا كاليتي ديالهم زوينه. وهنا وصلت لنهايه الفيديو، في امان الله.